اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج من القاهره، والذي دائما ما ياتيكم على شاشه النيل الاخبار ويستمر حتى قبل منتصف الليل ب10 دقائق. مساء الخير يا الهام. مساء الخير يا شادي، مساء الخير مشاهدينا الكرام. في البدايه استعراض سريع لاهم الاخبار، وان شاء الله هيكون معانا النهارده موضوع واحد هنتناوله خلال البرنامج عن المواقف الدوليه اتجاه الثوره المصريه، خاصه الموقف الامريكي، موقف الاتحاد الاوروبي، والموقف الروسي. ثلاث مواقف قد تكون مؤثرة أو غير مؤثرة على تطورات الأوضاع على الساحة المصرية. صحيح، هو ده هيكون حوارنا الرئيسي. وطبعا قبل ما يبدأ هذا الحوار عندنا مجموعة من أخبار هذا اليوم. وفد حقوقي انسحب من رابعة بعد مشادات مع عز والمغير. انسحب وفد حقوقي اليوم من ميدان رابعة العدوية بعد أقل من ساعة من بدء زيارة قاموا بها لمتابعة ومراقبة الأوضاع داخل الاعتصام. جاء الانسحاب بعد مشادة حادة بين عبد الرحمن عز إعلامي مؤيد لمرسي وأحمد المغير من جانب، والوفد الحقوقي من جانب آخر، والموجود بسبب اتهام عز والمغير للوفد بالتحريض على تصوير المتظاهرين بأنهم يرتكبون أعمال عنف. عقب المشادة أعلن عضو الوفد المحامي إسلام لطفي انسحاب الوفد، وذلك حتى إشعار آخر ضم الوفد ممثلين عن 5 منظمات هي النبيل وهشام مبارك والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز القاهرة لحقوق الإنسان. قبل الانسحاب قال محمد خضر ممثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: وجودنا هو مشاهدة واقعية للاعتصام وتأكيد مدى إمكانية تواجد المنظمات الحقوقية يوميا لرصد وتوثيق ما يحدث في الميدان. معنا على الهاتف الأستاذة داليا زيادة، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. مساء الخير يا أستاذة داليا. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. ويعني الوفد الحقوقي انسحب من ميدان رباع العدويه بعد اقل من ساعه من بدء هذه الزياره بعد مشاده حاده بين الوفد وبين عبد الرحمن عز واحمد المغير. تعليقك على هذا لو سمحتي. هو حسب شهاداتهم كمان، ويعني كلهم زملاء محترمين لينا، ان كان حصل بعض الاحتكاكات الجسديه بسبب ما فعله عبد الرحمن عز واحمد المغير من اثاره ضد هذا الوفد الحقوقي. ده شيء مزعج، لانه بيبين ان هناك شيء يحاك داخل هذا الاعتصام. هؤلاء الافراد او عبد الرحمن واحمد المدير وغيرهم ممن منعوا الوفد الحقوقي من الدخول خايفين من انه يطلع ويتعرف. واظن ان ده له علاقه كبيره جدا بالتمهيد لممارسات عنيفه ضد اي قوه نظاميه هتحاول تصد الاعتصام في الايام اللي جايه. يعني تفتكري ان هو ده السبب يعني لهذه المشادة التي حدثت، لانه مش عايزين من قاموا بهذه الزيارة ان يكتشفوا اي شيء؟ صحيح. أستاذة داليا حضرتك معانا؟ طيب، واضح انه في مشكلة في الاتصال، نحاول نتصل بالأستاذة داليا مرة اخرى. شكرا جزيلا لك. اتصالا ايضا بهذا الموضوع، موضوع الاعتصامات في ميداني ربع العدويه وميدان النهضه. النهارده وزاره الداخليه اصدرت بيان بتدعو فيه المعتصمين في الميدانين باخلاء الميادين حرصا على سلامه الكافه، مؤكده تعهد الوزاره بخروج امن وحمايه كامله لكل من يستجيب الى هذه الدعوه انحيازا الى استقرار الوطن وسلامته. البيان ده جاء بعد قرار، بعد اجتماع وزارة الداخلية. اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد اجتماع موسع ضم عددا من القيادات الأمنية لدراسة إجراءات وآليات إنهاء الاعتصام في ميداني رابعة العدوية والنهضة. البيان بيقول إن الاجتماع جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بالبدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه الاعتصامين، ونظرا لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري. انتشار مكثف للأمن المركزي في محيط رابعة تمهيدا لإخلاء الميدان. كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر وبالقرب من نادي السكة الحديد، واصطف على جوانب الشوارع المؤدية لمحيط الاعتصام بمدرعات الأمن المركزي لتسهيل عملية حركة المرور، حيث التزمت ما يقرب من 35 سيارة أمن مركزي من ناقلات للجنود جوانب شارع الطيران من ناحيه رابعه، وفي 3 مدرعات في شارع النصر، و15 سياره امن في محيط النصب التذكاري، و10 تشكيلات امنيه بالقرب من نادي السكه الحديد، و10 سيارات امن مركزي خلف عمارات الميدان. ده طبعا مع اغلاق جميع الشوارع المؤديه للاعتصام من قبل مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالحواجز الخرسانيه والحديديه. كشف مصدر امني لجريده المصري اليوم عن خطوات وزاره الداخليه لفض الاعتصام، حيث تبدا بمحاوله التفاوض للاخلاء الطوعي ثم الانذار حال فشل التفاوض، لتنتهي بعد كده بالتعامل المعروف لفض الاعتصامات. ايضا رصدت المصري اليوم تواجد عدد من سيارات المياه التابعه للامن المركزي تحسبا لاستخدامها لفض الاعتصام، وعدد من البلدوزرات لاستخدامها في ازاله الحواجز الخرسانيه المتواجده بمحيط الاعتصام، دي طبعا اللي تم بنائها بعد اقتلاع ارضيات الارصفه. ما هو رد فعل جماعه الاخوان المسلمين لكل هذه الاجراءات؟ بالطبع كان هناك رفض تام لكل هذه الدعوات. رفضت جماعه الاخوان المسلمين دعوه وزاره الداخليه لاي اجراء لفض الاعتصام، وبدات في اجراءات امنيه مشدده لتعزيز لجان الامن في ميدان ربيع العدويه، خاصه تحسبا للتدخل لفض الاعتصام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الداخليه بفض الاعتصامين في ربع العدويه وفي النهضه. المعتصمون وضعوا في ميدان ربعه الرمال والحواجز الحديديه، وكمان لجان التامين بتعزز التفتيش واجراءات التحقق من هويه كل من يدخل اعتصام ربعه العدويه. في هذه الاثناء دعا التحالف الوطني لدعم الشرعيه في مصر الى مظاهرات حاشده غدا الجمعه اطلق عليها مصر ضد الانقلاب، وحدد الائتلاف في بيان 33 مسجد في القاهره الكبرى تنطلق منها المظاهرات عقب صلاه الجمعه، وقال انه يدعو من وصفهم باحرار العالم الى التظاهر غدا تجاوبا مع الشعب المصري. أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقد والدستورية العليا دعوة أمام القضاء المستعجل ضد وزير الداخلية بطلب الحكم بإلزامه بإخلاء إشارة رابعة العدوية من الأطفال قبل بدء عملية فض الاعتصام الإرهابي، كل ده على حسب كلام الدكتور سمير صبري. قال أيضا أنه يبدو أن قيادات جماعات الإخوان المسلمين لا يملون فتح أبواب الجحيم على أنفسهم وحديثهم المتواصل عن التضحية والشهادة دفاعا عما يطلقون عليه الشرعية. بدأوا في استخدام الأطفال كدروع بشرية في مسيرتهم لاستغلال إصابتهم إعلاميا وترويجها للرأي العام العالمي باعتباره اعتداء على الأطفال، رغم أنهم هم من يدفعون بهم لصفوف الاشتباكات الأولى ويرتدون الملابس البيضاء والمدون عليها أنا مشروع شهيد، وإظهار أطفال أبرياء صغار يحملون أكفانهم، بخلاف فريق آخر من الأطفال يحمل في يده لافتات مكتوب عليها أرغب في الشهادة. واتصالا بهذا الموضوع معنا على الهاتف الاستاذ محمود البدوي رئيس الجمعيه المصريه لمساعده الاحداث. استاذ محمود، يعني نسال حضرتك عن الدعوه التي اقامها الدكتور سمير صبري بالزام وزاره الداخليه، مدى قانونيه الزام وزاره الداخليه باخلاء الميدان من الاطفال؟ اهلا بك يا استاذ، واهلا بالزميل عيد الشادي. اهلا بحضرتك. وانتم طيبين، وللاسف الشديد ان بشاير عيد الفطر المبارك بتهل علينا وسط اجواء مختلطه سيئه جدا جدا جدا. يمكن الدعوه اللي حضرتك بتتكلم عليها التي اقامها الزميل الاستاذ سمير صبري يمكن للاسف جت متاخره شويه، لان احنا يمكن كنا بنتكلم من عام 2010 على فكره عدم استغلال الاطفال في العمل السياسي بالمخالفه الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل، والمخالفه لقانون مكافحه الاتجار بالبشر 64 سنه 2010، والمخالفه لقانون الطفل رقم 12 96 المعدل بقانون 126 سنه 2008. الناس دلوقتي ايها الزملاء الاعزاء، الناس دلوقتي بس جت افتكرت ان الاطفال بيتم استغلالهم في العمل السياسي وفي اعمال العنف من ايام محمد محمود 1 و2 و3 وايام حي المجمع العلمي ومسيره وكل الاحداث دي. الناس صدقيني يا استاذتي، الناس كل الفتره دي كانوا ناسيين، واحنا بنحكي صوتنا ان احنا بنتكلم على خطوره ادماج الاطفال في العمل السياسي حتى وصل لاعمال العنف. الناس دلوقتي كلها على ارض الواقع، احنا بنتكلم على ضعف الواقع، على ارض الواقع كيف يمكن للمسؤولين سواء وزاره الداخليه او غيرهم ان هم يخلوا الميادين ليس فقط في ربع العدويه او النهضه، في كل المظاهرات ممكنه كيف يمكن على استخدام الاطفال؟ على ارض الواقع اعتقد ان الواقع ملتبس شويه، لان الاطفال اللي هناك اغلبهم اطفال صحبه ذويهم. يمكن ترددت بعض مقولات، انا لا اجزم بصحتها ان هؤلاء الاطفال هم اطفال مودعين في بعض دور الايتام، محدش يقدر يقطع بصحه هذه المعلومه من عدمها، لكن اعتقد ان الداخليه عليها ممارسه اقصى درجات ضبط الناس حال التعامل مع فرض الاعتصام، ولابد ان هي تاخد كل الاجراءات التحذيريه عشان فرض الاعتصام اللي اصبح يعني شيء صعب جدا جدا. شاهدنا جثث بتخرج من ميدان النهضه، وشاهدنا جثث بتخرج من ميدان الرابعه العدويه، واعتقد ان فكره الاعتصام خرج عن اطار الاعتصام السلمي الذي يذكره القانون والدستور، ولابد من ان تتدخل الدوله لتفرض هيبتها مع الوضع في الاعتبار ان هذا الاعتصام يضم بعض الاطفال وبعض النساء الذين يتم استخدامهم للاسف الشديد كجروء بشريه لحمايه مجموعه من المجرمين والمطلوبين للعداله داخل الرابعه العدويه اللي هم قيادات جماعه الاخوان الارهابيه. وصلت يعني وجهه نظر حضرتك. اشكرك استاذ محمود البدوي رئيس الجمعيه المصريه لمساعده الاحداث. أحال المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة 30 متهم من أنصار وأعضاء جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لتوصيلها إلى أعضاء الجماعة القائمين بحماية مقر مكتب إرشاد الإخوان بالمقطم. أعد القرار الإحالة تامر العربي رئيس نيابة جنوب القاهرة ومحمد صلاح رئيس نيابة الخليفة، والذي تضمن قيام المتهمين بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بقصد استخدامها في قتل المتظاهرين. كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية حيازة المتهمين لكميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر داخل سيارتين بالمقطم. أجهزة الأمن بالقاهرة كانت ألقت القبض على المتهمين زي ما قلنا، معاهم سيارتين محملين بكميات من الأسلحة. تبين أنه رخصتي السيارتين مملوكتان لاثنين من المتهمين. كشفت التحريات أن الأسلحة المضبوطة بتخص المتهمين وأنهم قاموا بجمعها من منطقة الزاوية الحمراء. أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأمرت بحبسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة. طيب، خبر مشابه للخبر اللي لسه قايله شادي ولكن في الاسكندريه. احال المستشار عبد الجليل حماد المحامي العام لنيابه غرب الكليه بالاسكندريه اليوم يوم الخميس 17 من اعضاء حزب البناء والتنميه الذراع السياسيه للجماعه الاسلاميه الى محكمه الجنايات مع تحديد جلسه عاجله لمحاكمتهم، والتهمه هي حيازه اسلحه دون ترخيص. النيابه وجهت للمتهمين تهم حيازه اسلحه دون ترخيص وتكدير السلم والامن العام، وبعد القاء القبض عليهم اثناء استقلالهم سياره اجره بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، وبحوزتهم 5 اسلحه خرطوش، 2 قميص واقي ضد الرصاص، 70 طلقه ناريه، وده اثناء توجههم لمنطقه رابعه العدويه. الكاملين كانوا على الطريق الصحراوي عند العمريه، وتم ضبط السياره الاجره بيستقلها 18 شخص، وبتفتيشهم عثر على الاسلحه اللي تم ذكرها وعدد من استمارات حركه تجرد المؤيده للرئيس المعزول محمد مرسي، وتبين انهم من اعضاء حزب البناء والتنميه. والمتهمين كانوا في طريقهم الى منطقه رابعه العدويه للمشاركه في المظاهرات. تم اخلاء سبيلهم بكفاله ماليه قدرها 5000 جنيه لكل منهم، واخلاء سبيل قائد السياره بضمان محل اقامته لعدم الاشتراك معه. الدعوة السلفية تقول للإخوان عودوا إلى رشدكم وما تفعلوه الآن انتحار جماعي. قال الشيخ أحمد الشحات القيادي في الدعوة السلفية إنه على تنظيم الإخوان أن يعودوا إلى رشدهم فيما يفعلوه الآن، وصفا ما يحدث بالانتحار الجماعي للجماعة وقضاء تام على تاريخهم ومسيرتهم. وقال إنهم الآن بيواجهوا دولة وشعب وليس معهم أدوات لهذه المقاومة، فضلا عن أن نتائج ذلك لن تعود على الوطن بما ينفعه أو على الدين بما يصلحوا. قال أيضا على موقع صوت السلف الموقع الرسمي للجماعة: خسر التيار الإسلامي في معظمه الجماهيرية الشعبية، وأصبح من أيدوه بالأمس يثورون ضده اليوم، فلن يبقى لهم إلا أتباعهم والمحيطين بهم، وهم بطبيعة الحال لا يصمدون أمام هدير الشعب الهائج الذي رأيناه بعد ذلك في الشوارع والميادين. الجيش المصري هو الحارس لحدود هذا البلد. قوات الحرس الحدود الحقيقه بتبذل جهودا مبذولة لحمايه الحدود المصريه والحفاظ على امن هذا البلد. في هذا الاطار عناصر من حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني قامت بالتعاون مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه لاكتشاف واتخاذ الاجراءات الفنيه اللازمه لتدمير عدد 38 بياره لتخزين المواد البتروليه، منها 28 بياره سولار بتحتوي على حوالي 634 ألف لتر سولار و10 بيارات بنزين بأبعاد وأعماق مختلفة. إجمالي سعة تخزينية 2,600,000 لتر سولار. وطبعا ده في إطار كافة الجهود اللي بتبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات، وده أحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات اللي بتهدف لتقويض استقرار هذا البلد. طيب، عندنا خبر آخر عن المحكمة الإدارية الأخرى اللي أصدرت حكما نهائيا الخميس ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي وبطلان خصخصتها وإعادتها للدولة. رفضت المحكمة الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جمال القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي المتحد على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان البيع. كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بتأييد حكم القضاء الإداري وإصدار حكم نهائي بإعادتها للدولة ورفض جميع الطعون المقامة من رجل الأعمال السعودي والحكومة. خلافات سياسية بدأت تظهر على السطح حول تشكيل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، لجنة ال50 الثانية. المفترض إنه في لجنتين لتعديل الدستور، اللجنة الأولانية مكونة من 10 أعضاء من القانونيين ودي مدة عملها شهر، الثانية مكونة من 50 شخص مدة عملها شهرين، وبعدها بيتم طرح الدستور للاستفتاء. الخلاف على تشكيل اللجنة الثانية المكونة من 50. الآراء بتتباين، بعض قيادات من الأحزاب بتختلف حول هذا التشكيل. البعض بيطالب بتشكيلها من جانب قيادات الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات، بينما يرى آخرون أن وجود تمثيل للأحزاب يعني تطبيق فكرة المحاصصة الحزبية بما يفتح المجال للصراعات السياسية من جديد. يعني ممكن يكون معانا بقى آراء من داخل الأحزاب هي اللي توضح يعني هذا التباين والاختلاف. على التليفون معانا الأستاذ حسين عبد الرازق القيادي في حزب التجمع. اهلا وسهلا استاذ حسين. اهلا بيك. اهلا بك. ومعانا ايضا على الهاتف الاستاذ شهاب وديه متحدث باسم حزب المصريين الاحرار. اهلا وسهلا استاذ شهاب. طيب، نبتدي مع استاذ حسين. يعني حزب التجمع قال ان الحزب يرى ان تتكون لجنه ال50 من اعضاء ال20 حزب اللي نجح لهم اعضاء في مجلس الشعب الاخير 2011، اضافه الى قانونيين ونقابيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني. لماذا الاصرار على فكره ان تكون اللجنه في معظمها متكون من احزاب يا استاذ حسين؟ ليس بالضروره ان يكون معظمها متكون من احزاب او لا. الفكرة ان الدستور هو الوثيقة الوحيدة التي يجب ان يتوافق عليها كل الوان الطيف السياسي والاجتماعي والطبقي الى اخره في المجتمع، لان هذه الوثيقة هي اللي هتحكم كل شيء في الوطن لعقود طويلة قادمة. ومن هنا في كل العالم لما بتتشكل لجنة ممثلة للمجتمع بصياغة الدستور بيراعى فيها تمثيل كل ألوان الطيف السياسي، يعني الأحزاب السياسية، تمثيل الجهات أو الفئات المختلفة، يعني تمثيل عمال وفلاحين ورجال أعمال إلى آخره. أيضا يبقى فيها المهن المختلفة، يبقى النقابات المهنية فيها، المجتمع المدني. مهم إن في الآخر يبقى فيه تمثيل لكل فئات والوان الطيف في المجتمع. طيب اسمح لي فيهم الاحزاب يعني. استاذ حسين اسمح لي بس. مش مهم. استاذ حسين واحده بس اوضح النقطه دي. النسب مش مهمه، لان المفروض المفروض ان اغلب مواد الدستور هتمر من هذه اللجنه بالتوافق، ولن نلجأ الى التصويت الا اذا كان هناك خلاف شديد. تمام. طيب شكرا ليك استاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع، ونسمع راي اخر. يمكن حزب جبهه الانقاذ كان لها راي مختلف وفقا لتصريح من الدكتور محمود العليلي المتحدث باسم لجنه الانتخابات بجبهه الانقاذ، انه بيقول انه غالبيه اعضاء اللجنتين الاولى والثانيه لابد ان تكون من القانونيين المشهود لهم بالكفاءه. استاذ شهاب، يعني حضرتك قيادي في حزب المصريين الاحرار، شايف يعني وجهه النظر هنا ازاي؟ لا، في الحقيقه احنا بنتفق تماما مع فكره ان المفروض ان تكون سياده جوه اللجنه للقانونيين، وان المفروض ان يكون الناس ليها خلفيه قانونيه جوه اللجنه، ولكن ده لا يعني ان ما يكونش في تمثيل للاحزاب، لان في الحقيقه حتى النص اللي ورد في الاعلان الدستوري بيتحدث عن تمثيل الاحزاب. كمان انا عاوز اكد على جزئيه تهمني جدا، في الحقيقه لجنه ال10 هي اللجنه اللي كل خلفيتها قانونيه، وهي اللي هتكون مسؤوله عن الجانب القانوني وضمان ان الدستور هيكون بشكل قانوني. لجنه ال50 اقرب لكونها لجنه تمثيل مجتمعي، لجنه مناقشه من كل فئات المجتمع، من النقابات، من اتحادات الطلبه، من اتحادات العمال، من كل فئات الشعب المصري. الفكره ان من ضمن فئات الشعب المصري اللي هتتاثر بشكل مباشر بالدستور دوت هي التيارات السياسيه، لان اذا كنا بنتكلم على عمليه سياسيه فلا سياسه بدون احزاب. فبالتالي الاحزاب هي هتكون لاعب رئيسي في الموضوع دوت. النقطه ان احنا مش بنقول اقصاء لاي حزب سياسي، احنا بنقول على معايير موضوعيه تكون على اساسها الاحزاب ممثله في اللجنه دي. بنطالب طبعا ان ما يكونش تمثيلها طاغي، يعني الفكره اللي كانت موجوده في اللجنه السابقه فكره ان اللجنه يكون 80 و 90% منها من الاحزاب. طب معلش، امال فين الخلاف هنا يا استاذ شهاب؟ يعني الكلام اللي بتقوله تقريبا نفس الكلام طرفي في الواقع الخلاف ما بين الاطراف كله متعلق بنسبه تمثيل الاحزاب. احنا بنعرف ان النسبه دي مش لازم ان هي تكون نسبه عاليه جدا، بنعرف ان هي تكون نسبه معقوله. هو عموما الاستاذ حسين عبد الرازق قال انه مش مهم برضه النسبه، يعني لما يصر على نسبه الاحزاب يعني. بالظبط، احنا لا نرى، يعني في الواقع انا مش شايف وجود خلاف جوهري، لان بالاساس اللجنه ديت لابد ان تمثل كل فئات المجتمع المصري، لان في نهايه الامر الدستور ده مش هيحكم الاحزاب السياسيه، مش هيحكم النقابات، ده هيحكم مصر ولا هيحكم كل المصريين، ولابد ان يكون في تمثيل واسع قدر المستطاع جوه لجنه ال50. شكرا لك جزيلا يا استاذ شهاب، وبكده تكون انتهت اخبارنا. عندنا طبعا حوارنا الرئيسي الوحيد في هذه الحلقه حول المواقف الدوليه فيما يتعلق بالوضع في مصر. قبل ما يعني نجري هذا الحوار نذهب سريعا الى موجز لاهم الانباء مع الزميل اشرف عبد العاطي. ابقوا معنا على شاشه النيل الاخبار وبرنامج من القاهره. اهلا بكم مره اخرى، ونحيي ايضا ضيفينا في الاستوديو سعاده السفير جمال البيوني مساعد وزير الخارجيه سابقا وامين عام اتفاق المشاركه المصريه الاوروبيه بوزاره التعاون الدولي. اهلا استاذ سعاده السفير. ورحب ايضا بالاستاذ محمد السطوحي المحلل السياسي المصري والمقيم بالولايات المتحده. اهلا وسهلا بك. مساء الخير لحضراتكم، وابدا كلامي معاك يا استاذ محمد. يعني بدايه كده عايز اعرف منك الفرق بين موقف الولايات المتحده الامريكيه فيما يتعلق بثوره 25 يناير وموقفها فيما يتعلق بثوره 30 من يونيو. طبعا هذا يثير الكثير من التساؤل، لانه ما حدث في 25 يناير هو اقاله رئيس مفترض انه كان منتخبا ايضا، لانه بصرف النظر عن راينا فيما كان يتم من انتخابات كان ايضا رئيسا منتخبا. ومع هذا الولايات المتحده ايدت ما حدث، رغم انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه كان له دور ايضا في الاطاحه بالرئيس الاسبق الان حسني مبارك. ما حدث بعد ذلك مع الرئيس مرسي كان مختلفا تماما. لا اعتقد انهم ايدوا الرئيس مرسي بقدر انهم كانوا يمسكون العصا من المنتصف، ولم يكن لديهم قرار واضح بتأييد ما حدث بإقالة الرئيس مرسي، ولكنهم أيضا لم يعارضوا ذلك بشكل صريح أيضا. فأنا أتصور أن موقف الولايات المتحدة بالنسبة للأحداث الأخيرة كان يصيبه الكثير من الغموض والضبابية، جزئيا يعود إلى شخصية الرئيس أوباما بانه يعني هو دائما ياخذ كل الاعتبارات وليس يعني ليس لديه الامور ابيض واسود كما كان الحال على سبيل المثال مع الرئيس الاسبق جورج بوش، كانت رؤيته للعالم كلها ابيض او اسود، من ليس معنا فهو علينا. الرئيس اوباما شخصيته مختلفه وتركيبته النفسيه مختلفه. انا اعتقد انه في احداث يناير كانت الاحداث مبهره للعالم كله، والعالم تابعها على شاشات التلفزيون، تسمروا امام شاشات التلفزيون لمده 18 يوم، كان هناك نوع من الانبهار بالاحداث، كان هناك نوع من الرؤيه ايضا انه الرئيس مبارك امضى 30 سنه وانه رئيس دكتاتور ويجب ان يتم التعاطف والتأييد للثوره الشعبيه التي حدثت ضده في يناير، لكن هذا ليس له علاقه بالجانب السياسي والجانب القانوني، وبالتالي هذا ما يعطي الالتباس بالنسبه لطبيعه الموقف الامريكي من الاحداث الاخيره، وان كنت اعتقد انهم يميلون الان لتأييد ما حدث بدليل انه ويليام بيرنز بعدما عاد من زيارته الاخيره لمصر ذكر امام الكونجرس انه الولايات المتحده توصلت بعد مراجعتها للاحداث انه ما حدث ليس. كان في تصريح اليوم لوزير الخارجيه جون كيري وقال في مقابله مع التلفزيون الباكستاني انه ما حدث هو استجابه القوات المسلحه لاراده الشعب المصري مره اخرى. بالتاكيد، فبالتالي هم يعني الموقف واضح تدريجيا الى تأييد ما حدث بدايه. شوف، الولايات المتحده لم يكن هناك موقف صريح ضد ما حدث من البدايه، صحيح، ولكن التأييد ايضا الصريح لم يكن موجودا، لكن هم ما يفعلونه الان هو بشكل غير مباشر يقولون اننا نتعامل مع الواقع الجديد ونستجيب له والان نؤيد استمراره. سعاده السفير جمال بيوني، الموقف الاوروبي كيف رايته مع زياره كاترين اشتون لمصر مرتين في غضون اسبوعين؟ تجنسي اهتمام العالم بمصر بحاجتين: نوعيه السفراء اللي بيبقوا في القاهره، شوفي كان بيشتغل ايه قبل ما يجي، فهتلاقي مستوى السفراء بيرتفع، بينقي لك شخصيات كانت ذات وزن في السلك الدبلوماسي بتاعها او وزراء سابقين. الحاجه الثانيه اللي هتلاحظ اهميه القاهره لاي صانع سياسه في العالم هو تكرار حضور مسؤولين ورؤساء دول ووزراء خارجيه. عاوز ادي مثال، ايام ما كنا بنتفاوض مع الاتحاد الاوروبي فتره من 95 ل 2001 كل 6 أشهر بتجيلي الرئاسه الجديده مع الرئاسه اللي قبلها والرئاسه اللي بعدها وزراء الخارجيه، وتنعقد اجتماعات في وزاره الخارجيه وغيرها. لما تيجي ليدي اشتون مرتين في خلال اسبوعين يبقى فيه اهتمام. لماذا؟ لان مصر اكبر شريك في الجنوب المتوسط للاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي اكبر شريك لمصر في التجاره، في الاستثمار، اكبر حجم استثمار جوه مصر هو الاتحاد الاوروبي، واكبر شريك لمساعدات التنميه. فكلا الطرفين مهم للاخر. هل الاهتمام يستلزم زياره لمصر؟ يستلزم، لان هو سواء الولايات المتحده، وانا اكمل كلام اخي العزيز، الولايات المتحده مش مضطربه، الولايات المتحده فيها قوه تحكم في الكونجرس، في الاداره الامريكيه، في البنتاجون. هل يجرؤ طرف في اوروبا او الولايات المتحده ان يوقف العلاقه بمصر تجاريا او يمنع المساعدات؟ يبقى بجرة قلم بيمنع 1300 مليون دولار مشتريات مصر من السلاح الامريكي وتغير منظومه التسلح في مصر. مين العاقل اللي يقدر يعمل هذا؟ وعاوز اقول عندما يتعلق الامر، انا مستمع جيد ان صدرت اصوات في الكونجرس بعضها اللوبي الصهيوني بيقول لا اقطعوا المساعدات عن مصر. بترد الخارجيه والاداره تقول له ايه؟ تقول له العلاقه بمصر تتعلق بالامن القومي الامريكي. اذا تعلق الامر بالامن القومي الامريكي تكف يد الكونجرس على طول. وعاوز اذكرك، ولاني ما كنتش حاضر، ده ايام ايزنهاور وعبد الناصر لما كان برضه يحصل شد وجذب، يقوم ايزنهاور يقول للكونجرس هذا يتعلق بالامن القومي الامريكي، الامن القومي الامريكي اختصاص الرئاسه، الكونجرس ما يقدرش يقول فيه حاجه. وتكرر هذا لما الخارجيه الامريكيه قالت الامر الان يتعلق بالامن القومي الامريكي. هو الموقف الامريكي هتلاحظ ان ما استعملوش كلمه انقلاب ابدا، لان لو استعمل كلمه انقلاب بينزل تحت طائله قانون معين. حتى الاوروبيين نفس الشيء. بالتالي مش بس ليدي اشتون جت مرتين النهارده وزير خارجيه المانيا، وقد بدا الى حد ما يعني متشدد، لان في الاخر قبل الرئيس السابق وراح ظهرهم وما عارف ايه. هتلاحظ موقفين مصريين امبارح والنهارده، ان سمح لبارونيس اشتون انها تقابل الرئيس السابق، والنهارده الخارجيه المصريه الرئاسه اصدرت بيان بانها لن تسمح لوزير خارجيه المانيا النزول. ليه؟ لان الحقيقه لما انا خليت اشتون تقابل الرئيس السابق انا اديتها برستيج، اديتها مجامله، ان انت الوحيده من العالم الخارجي اللي سمحت لها تروح. وانا كسبت ايه من هذا؟ كسبت ان يبقى عندي شاهد عيان اجنبي من قوة عظمى رأى بنفسه أن الرئيس السابق محل تقييد حريته، لكن في مكان محترم قاعد معاه مدير مكتبه محمد رفاعة، السفير محمد رفاعة والآخرين، وحماية له، لأنه ما اعرفش ال 33 مليون يطلعوا يعملوا فيه إيه، فأنا بحميه بإني بحطه في مكان آمن غير معلوم الآن. معلش ممكن كمان الأنصار يعملوا فيه إيه؟ لأنه حتى في سيناريوهات إنه ممكن يكون يعني الخطورة عليه من أنصاره أكتر من والله أقسم بالله أنا كنت داخل مؤتمر قبل 30 يوم يمكن بشهر في أحد الفنادق الكبيرة ولقيت واحد محترم قوي من شكل واضح هو يبقى فين يعني، وعلى التليفون بيقول لا ده هنضحي بيه عند أول عطفة من الهزيفه. فانا حتى راجعته في الحكايه دي فطلع ان هو يعني مفيش مانع ان يضحى به في سبيل الحزب. طيب احنا هنخرج لكي نرى بعض المعلومات عن تطورات الموقف الامريكي تدريجا تجاه ما حدث في مصر، نعود بعد لاستكمال الحوار. مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار، وتوجه بسؤالي للأستاذ محمد السطوحي. أستاذ محمد، حضرتك شرحت لنا فيما شرحته الموقف وطريقة التعامل ما بين رؤساء مختلفين في الولايات المتحدة الأمريكية، قارنت بين جورج دبليو بوش وأيضا الرئيس أوباما، ولكن هذا الموقف أو هذا التحليل لما فعله أوباما يمكن انعكس سلبا على الأوضاع في مصر، كراهية شديدة لموقف الولايات المتحدة مما حدث، كراهية أكبر للسفيرة الأمريكية في مصر آن باترسون، محاولة تصوير البعض لزيارات أشتون المتكررة على أنها مش بس وسيط أوروبي ولكنها أيضا وسيط عن الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تظهر بمظهر الوسيط، لأنه أصبح الآن وسيط غير مقبول نتيجة لهذه السياسات الأمريكية الأخيرة. تعليقك؟ أنا أتصور أنه واشنطن أخطأت كثيرا في لغتها المعلنة بالنسبة للموقف في مصر. هي حاولت أن تضفي نوع من الغموض على هذه السياسة بحيث لا يكون هناك موقف واضح ومحدد، لكن هذا تصادم بشكل واضح مع رغبة الملايين الذين خرجوا في الشوارع مطالبين بإقالة الرئيس المعزول محمد مرسي، وبالتالي كان هذا هو الخطأ، أنه لم يكن هناك استجابة واضحة أو تعاطفا على الأقل ظاهرا للناس في الشارع أن واشنطن تتفهم هذا الموقف، وبالتالي بدأت السياسة الأمريكية على أنها تريد أو تتمسك برئيس رفضه الشارع المصري. أنا أعتقد أنه كان هذا هو الخطأ، الخطأ الأساسي ارتكبته أيضا آن باترسون السفيرة الأمريكية، لأنه اللغة التي كانت تستخدمها حتى قبل أحداث يناير لم تكن اللغة التي تظهر تفهما للتحول الذي حدث جذريا في الشارع المصري، حتى كان هناك بعض الانتقادات حتى التي وجهت إليها في وسائل الإعلام الأمريكية، لأنه خاصة بعد أحداث يونيو، ذكروا أنها عندما كانت تتكلم عن أنه الصندوق هو المحدد الوحيد، وأنه الرئيس مرسي المظاهرات ليست كافية لإقالته، كانوا يلومون عليها أنها أيضا لم تعطي الجانب الآخر وهو انتقادات واشنطن التي كانت موجودة حقيقة في السياسة الأمريكية، وإن كانت توجه إلى الرئيس وللإخوان سرا، بأنه عليهم أن يستجيبوا للتطلعات الموجودة والتحولات الموجودة في الشارع المصري، وأن الديمقراطية ليست فقط صندوق انتخاب، وأن هناك مؤسسات، وأن هناك تجاوب، وأن هناك مراعاة للأقليات. هذه أمور أساسية في أي ديمقراطية لم تكن موجودة خلال العام الماضي. واشنطن كانت تدركها لكنها لم تتحدث عنها علنا، وهذا كان الخطأ أعتقد في اللغة والرسالة الأمريكية الموجهة للرأي العام المصري. طب يا أستاذ محمد، يعني أن باترسون يعني أيضا قامت بزيارات كثيرة لجماعة الإخوان المسلمين، لم تقم بهذه الزيارات إلى المعارضة على رأسهم خيرت الشاطر وذهبت إليه. يعني هل تعتقد أنه ما فعل من الولايات المتحدة الأمريكية من سياسات حضرتك قلت ما خاطئة، كيف يؤثر ذلك على المصالح الأمريكية الموجودة الآن في مصر؟ شوف، هي واشنطن رغم غموض الرسالة الموجهة، وإن كان هذا الغموض يتلاشى تدريجيا الآن لأنهم أدركوا أن هناك تبريرات، يعني طلع جون كيري قال الجيش المصري استجاب، وأيضا كذا سنة ويليام بينز، ولكن هل هذه التبريرات تنفع الآن؟ هو ده السؤال. يعني أعتقد أنه قرار الأمس على سبيل المثال في مجلس الشيوخ وبأغلبية ساحقة 86 صوت ضد 13 صوت بالنسبة لاستمرار المساعدات الأمريكية لمصر، أعتقد أن هذا يوجه رسالة قوية أن واشنطن في نهاية الأمر تنحاز لمصالحها الحقيقية في المنطقة وفي مصر تحديدا، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا سيمثل بداية تحول، لأنه الكونجرس الأمريكي كانت دائما تظهر فيه الأصوات، حتى جون ماكين ولينزي جرام اللذان خلال الأسبوع القادم كانت دائما ما تصدر عنهما بعض التصريحات التي تطالب بوقف المساعدات وإنما حدث انقلاب، لكن عندما جاءت لحظة الحقيقة في التصويت في مجلس الشيوخ كان التأييد منهما. هذا الموقف يا أستاذ محمد يستدعي توقف، يعني حين يكون التصويت بأغلبية ساحقة 83 ضد 13 صوت، إذا لماذا يلوح الأمريكان، ربنا سعادة السفير ممكن يجاوبنا، لماذا يلوح الأمريكان في كل موقف باحتمالية توقف المساعدات، رغم أن هذه المساعدات في صالحهم أكثر ما هي في صالحنا. الحاجة الثانية الزيارة المعتقدة لهذين السناتورين الأمريكيين إلى مصر الأسبوع القادم، ما هي مغزاها؟ يحصل إن أنا ابني أو حفيدي في المدرسة ضرب زميله وعوره، فأنا مطلوب أروح أحل هذه الأزمة، فعشان أحمي ابني أشخط فيه شخطتين جامدين قوي. ده موقف امريكا دلوقتي، انا مش معاك وانت بتنتقد سفيره امريكا، هي دبلوماسيه بتتصرف غلط، بتتصرف صح. كانت موجوده في عهد رئيس المنتخب وشايفه مظاهرات في الشارع ضد رئيس المنتخب، فموقفي كدبلوماسي اجنبي ما زي لكم احنا اتهمنا انها بتتدخل في الشؤون المصريه، بتقول لك انا اللي يهمني ده رئيس منتخب وجاي عن طريق الصندوق، عاوزين تغيروا الصندوق، وده في كلام منطق كبير، لكن ما بياخدش باله من ان القانون الدولي هو قانون الواقع. القانون الدولي مش قانون مدني ان انا خدت فلوسك ارجعها لك. القانون الدولي يعترف بالقوة التي تحكم البلد على ارض الواقع. لهذا الثورة عندما تقوم اذا نجحت تبقى هي الشرعية، اذا فشلت بتخش السجن. فاذا انت تعترف بالقوة التي استطاعت ان تسيطر على القوة الرئيسية في البلد، وهي اللي ماسكه التلفزيون وماسكه الدبابه وماسكه البوليس وماسكه قوى الدوله ومفاصلها، بس خلاص. فالحقيقه الموقف ده بيشبهني بحاله عاوز اضرب بها مثال في نهايه حكم الرئيس السابق مبارك، لما قيل ان احمد ابو الغيط وزير الخارجيه خفف من واقع المظاهرات اللي خرجت ضد مبارك. انا مكان وزير الخارجيه المصري ما اقدرش اقف اي موقف اخر، ازاي عاوز من وزير مصري مظاهرات ضد النظام اللي هو جزء منه وزير خارجيتها؟ هو مش جزء منه، هو وزير خارجيه مصر. عايز يقول والله ده الرئيس مش لا جزء من الدوله ما يقدرش يعمل كده. فلهذا الحقيقه احمد ابو الغيط ظلم في هذه النقطه. وزيره سفيره امريكا لم يكن تستطيع انها تقول اكتر من كده. هي انا الحقيقه للامانه اعتقد انها تمثل وجهه نظر امريكا جيدا، لكن امريكا اصل فيها مشكله لان كثرت بقول تعدديه الحريات هناك والكونجرس والصحافه و أكتر بلد في العالم بتنفق أموال لكي تكرهها الشعوب هي الولايات المتحدة. يعني أنا عاوز أقول حاجة سريعة لما كان نبيل فهمي سفيرنا في واشنطن بنستضيف، واحنا عندنا مؤسسه مصريه محترمه هي المجلس المصري للشؤون الخارجيه، ده مكون الكبار قدام السياسيين والدبلوماسيين والصحفيين. فجالنا في عز فتره توتر مصريه امريكيه في عهد الرئيس مبارك، قال نمسك الاساسيات، انا ماليش دعوه ان في واحد يلوح، طب اللي بيلوح ده يطلع لي كده في ميدان التحرير، مش هيقدر، هيضر مصالح بلده لو هو اوقف المساعدات وهديك اسباب اقتصاديه لهذا. انما نمسك الاساسيات، هل التجاره مع امريكا او مع اوروبا بتتراجع؟ بتزيد. هل المساعدات الاقتصاديه توقفت؟ موجوده واحيانا تزيد. هل التعاون العسكري الكبير اللي بيني وبين منظومه الغرب وقف؟ ده تبقى حوسه تقيله لو هم وقفوا هذا، لانك لو غيرت منظومه التسلح المصري انت تضر بالامن القومي الغربي والامريكي. ده لو مصر غيرت المدفعيه بتاعتها ألف من حيبالك مدفعيه وطيران. فالمنظومه العربيه كلها هتغير وراك. ومع دي بس رقم صغير، السعوديه شاريه السنه اللي فاتت ولا قبلها ب 34 مليار دولار اسلحه من امريكا، هتغير ده كله عشان الرئيس محمد مرسي، احنا زعلانين منه. فده اذا نحن في عالم المصالح. وعاوز اقول اوروبا بتديني كام وامريكا بتديني كام، وانا ده كلام ما مشي على لساني مرارا. المساعدات الامريكيه والاوروبيه واليابانيه والعربيه اللي انت شايفاها تمثل اقل من 1% من الناتج القومي المصري. يعني انا لو اهدد، تخيل لو كل نمهتي 1000 جنيه واحد بيقول لي همنع عنك 10 جنيه يا سيدي بناقصه. لهذا انا تساءلت دائما، والبعض الغالبيه حبتني في دي والبعض عارضني، هل يمكن الاستغناء عن المساعدات الاجنبيه؟ وانا مطمن رجل على رجل استغنى عنها. انما السؤال من الذي يملك اتخاذ قرار ان مصر تستغنى عن 3-4 مليار دولار مساعدات في السنه؟ ليه؟ ده حقي، لان انا الناس دي بتستثمر على مصر المستقره الامنه، لان مصر اللي فيها اضطرابات او غير مستقره تكلفتها عاليه جدا لكل اللي بيديله مساعدات. تخيل بس لو انا عندي اضطرابات لا قدر الله وفي تهديد للامن البحري وتهديد للمنطقه والحدود بتاعتي التهبت خصوصا شرقا، يتكلف كام الاسطول الثالث لو اتمشى في البحر المتوسط 3-4 ايام؟ طيب قبل المساعدات انا بس عايزه اسمع من حضرتك زياده لا يجرؤ طرف بيساعد مصر ان يوقف المساعدات، لانها طريق ذو اتجاهين. فكل دولار امريكا بتدفعه لي انا بشتري ب 66 دولار واردات، ادي واحده. كل يورو بتدفعه لي الاتحاد الاوروبي انا بشتري ب 107 يورو واردات. واحد من يا حضرتك ذكرت هذه الارقام، وضحت لنا اشياء كثيره، ولكن ايضا زي ما شاهدنا تطور الموقف الامريكي تجاه ما يحدث في مصر، نشاهد ايضا تطور الموقف الاوروبي. بكم مجددا. كان عرض لموقف الاتحاد الاوروبي من ثوره 30 يونيو، لكن اسمحوا لي قبل الدخول في تفاصيل تطور الموقف الاوروبي استاذ محمد السطوحي كان له تعليق على اخير. كان سؤالي بس عن زياره او مغزى زياره الاثنين سناتور الامريكيين الاسبوع القادم بعد زياره ويليام بيرز من بعد 3 يوليو، ايه يعني مغزى هذه الزياره ومدى اهميتها لمصر؟ يعني انا يعني السيد سفير، انا برضه قبل ما ننتقل لهذه النقطه انا يعني فقط اعلق على جزئيه خاصه دور السفيرة الأمريكية آن باترسون. هي بالتأكيد تعبر عن سياسة الإدارة الأمريكية، فهي سفيرة الرئيس الأمريكي في القاهرة. أنا سؤال شادي واللي كان تعليقي عليه هو العداوة الظاهرة في الشارع المصري تجاه هذه السياسة، وهنا هذه جزئية أخرى مرتبطة بما يسمى البابليك دبلوماسي، الطريقة التي تسوق بها لهذه السياسة. أنا أعتقد أن في هذه الجزئية تحديدا كان هناك فشل كبير في تسويق السياسة الأمريكية تجاه مصر خلال الأحداث الأخيرة، عندما يكون هناك صورة لسفيرة أجنبية في القاهرة في مظاهرات 30 يونيو وما بعدها وعليها علامة إكس، هذا معناه أن هناك خطأ ما كان عليهم تداركه بالنسبة لطريقة تسويق هذه السياسة، وهذا أمر من الممكن أن نتحدث فيه لفترة طويلة. الجزئية الخاصة بزيارة سيناتور ماكين وسيناتور لينزي جرام، يعني أنا أعتقد أن فيها أكثر من مسألة هنا. أولا أن الاثنين من الجمهوريين المعارضين للرئيس أوباما، الاثنين أعضاء في لجنة القوات المسلحة، وهذه جزئية خاصة بهما أعتقد أن لها أهمية وتعطي أيضا رسالة، لأنه عندما نتحدث عن المساعدات الأمريكية لمصر نحن نتحدث عن 1300 مليون دولار مساعدات عسكرية و200 مليون دولار فقط مساعدات اقتصادية. العلاقة الأمريكية المصرية بالأساس تقوم الآن على دعم التعاون المصري الأمريكي من الناحية الاستراتيجية والعسكرية. دور المصري بالنسبة للمجال الجوي المصري، قناة السويس، كلها أشياء تصب في النهاية تجاه العلاقات العسكرية والاستراتيجية. حتى البنتاجون كان موقفه أكثر تحفظا منذ البداية على الأحداث في مصر بعكس البيت الأبيض وبعكس الخارجية الأمريكية. ومن هنا يعني أنا أتصور أن هذه الزيارة خصوصا بعد التصويت الذي تم بالأمس في مجلس الشيوخ ووقوف ماكين وجرام موقف واضح تجاه الدعم واستمرار المساعدات الأمريكية العسكرية أساسا لمصر، أنا أعتقد أن هذا يعطي أيضا دافعا بالنسبة لإمكانية نجاح هذه الزيارة، لأنه سيأتوا هنا سيستمعوا إلى كل الأطراف، وأعتقد أن هذا ربما يكون له تأثير إيجابي على الموقف الجمهوري خصوصا بالنسبة للأحداث في مصر. هل هناك تباين بين موقف مجلس الشيوخ ومجلس النواب يا أستاذ محمد؟ لا ما أفتكرش. شوف هي بتختلف على حسب كل عضو، يعني إحنا عادة نقول انه العضو الفلاني من الكونجرس الامريكي خرج ليقول اوقفوا المساعدات لمصر. في النهايه نحن لدينا 435 عضو في مجلس النواب، فخروج عضو او اثنين او 10 او حتى 100 للحديث بهذه اللغه لا يعني انه مجلس النواب اقرها. مجلس الشيوخ نحن نتحدث عن 100 عضو، عندما يقدم راند بول على سبيل المثال مشروع القرار بالامس في مجلس الشيوخ لوقف المساعدات، نتصور ان هناك توجها امريكيا لوقف المساعدات، هذا لن يحدث. بالمناسبة هذا حدث 13 مرة خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الشيوخ وللكونجرس عموما، وفي الدورة السابقة حصل 10 مرات. هذا لا يعني أنه سيمر، لأنه في النهاية هناك إدراك عام لأهمية استمرار المساعدات الأمريكية لمصر، وبالتالي تقديم مشروع قرار لا يعني بالضرورة. على فكرة عايز أقول لك على حاجة لطيفة جدا بالنسبة لراند بول، وهو سيناتور من ولاية كنتاكي، والده راند بول هو أيضا الذي كان مرشحا للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري في الدورة السابقة وفي الانتخابات التي سبقتها. هو يمثل جناح في التيار السياسي الأمريكي الجمهوري بيسمى ليبرتاريان، وهذا الجناح عموما يميل أكثر للعزلة الأمريكية، هو لا يقبل بالمساعدات بشكل عام. هو يعني قدم قبل ذلك طلب لقطع المساعدات عن أفغانستان وباكستان وغيرها، ويطالب بأن هذه الأموال نحن أولى بها. لماذا نقول يعني دور الولايات المتحدة الخارجي؟ بالتأكيد. وبالتالي هذه القضية لا يجب أن نقرأها على أنها رفض لما حدث في مصر أو أنه هذا انقلاب أو غيره. بعد انتخاب الرئيس مرسي طالب راند بول أيضا بقطع المساعدات، يعني هو يعني يطالب مع انتخابه بقطع المساعدات لأنه مع عزله لا يقطع المساعدات، وبعد إقالتها مع كل موقف بيستغل الموقف لترويج لفكرته ومقتنعاته. نتحول إلى الموقف الأوروبي، يعني قبل الخوض في تفاصيله معانا على الهاتف الأستاذ مجدي يوسف من بروكسل. أستاذ مجدي مراسل قناة النيل للأخبار هناك، لديه أكيد تفاصيل وعرض وافي ل يعني موقف الاتحاد الأوروبي من ثورة 30 يونيو. أستاذ مجدي تحياتنا، مساء النور يا فندم، تحياتنا لحضرتك. تحياتي. طيب يعني خلينا بس يعني في البداية يعني نوضح للناس ليه احنا مهتمين بموقف الاتحاد الاوروبي من اللي حصل في يوم 30. الحقيقه ان علاقاتنا بمصر اوروبا الاقتصاديه والسياسيه علاقات هامه. يعني احنا يهمنا الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوروبي يهمه مصر، وبالتالي البحث في تفاصيل الموقف او الاتحاد الاوروبي شايف ازاي يوم 30 علشان نفهم في الاخر. ما هو على حسب انت شايف يوم 30 يا اما هتستمر العلاقات السياسيه والاقتصاديه يا اما هتنقطع العلاقات السياسيه والاقتصاديه وبعد كده نخش في مرحله ثانيه بقى، مرحله عقوبات والكلام الكبير دوت. فالمؤكد اني بغض النظر بقى الاتحاد الاوروبي مش عايز يسمي اللي حصل من 30 تسميه واضحه ان هي ثوره، ومن وقت للتاني يقول هي يعني جزء من ثوره 25 يناير، امتداد لثوره 25 يناير، ايا كان. المهم بالنسبه لنا اللي هو النتيجه النهائيه. الاتحاد الاوروبي رسميا بكل مؤسساته بيقول ان لا والله علاقتنا بمصر اقتصاديا وسياسيا مستمره كما هي، دعمنا الاقتصاد المصري مستمر كما هو، الحكومه اللي موجوده هي حكومه نعترف بيها، الرئيس المؤقت هو رئيس نعترف بيه نتعامل معاه، وبالتالي التسميه في الحقيقه في الاخر ما تهمناش قوي طالما ان النتيجه اللي احنا بندور عليها عشان ما بعد التسميه هي اللي بتهمنا، وهي ان العلاقات مستمره. والاهم من كده ان الاتحاد الاوروبي قال صراحه يعني بعد زياره كاترين اشتون الثانيه لمصر ان صفحه الرئيس السابق او الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي هي صفحه انتهت تماما بالنسبه للاتحاد الاوروبي، وربما العباره اللي قالت كانت عباره واضحه. يعني اشتون بلقائها بالرئيس المعزول كان لقاء مفوضه الشؤون الخارجيه في الاتحاد الاوروبي مع الرئيس السابق لمصر، وبالتالي هذا ينهي القصه، ولقائها بالرئيس المصري كان لقاء مع الرئيس المؤقت لجمهوريه مصر العربيه، وبالتالي هذا اعتراف واضح وصريح وصفحه انتهت. والتسميات بالنهايه مره ثانيه يعني التسميات تهمنا عشان النتيجه، اذا كانت النتيجه موجوده فاذا ما يهمناش بقى التسميات، هم هيسموها ثوره، جزء من ثوره، استكمال لثوره، ده المهم. وصلت لنا نقطة. شكرا ليك يا مجدي، اطلعتنا على الصورة من بروكسل. واتوجه بسؤالي لسعادة السفير، يعني عندما تقول كاترين اشتون اشياء عما يحدث في مصر وجهات نظر للاتحاد الاوروبي، بعض الاحيان بنشعر انه الدول داخل الاتحاد الاوروبي يمكن لها مواقف تختلف بعض الشيء عن موقف اشتون نفسها وهي ممثله الاتحاد الاوروبي. يعني تلاقي موقف من المانيا يمكن غريب بعض الشيء، بريطانيا نفس الشيء. يعني هل عندما تتحدث اشتون بتتحدث عن من؟ يعني بتتحدث عن الاتحاد الاوروبي، طب لماذا تخرج بعض الدول ايضا تصريحات ومواقف قد تكون في بعض الاحيان متناقضه؟ الامين العام للمؤسسه الامين العام جمعيه الدول العربيه لما يكون عمرو موسى او نبيل عربي ما يتكلمش عن مصر خالص، بيتكلم محصله القوى العربيه. صحيح، نفس الشيء ليجي اشتون لما تتكلم لازم على فكره تلاقي انها في بعض الاحيان بتلتزم جوه حدود وتلاقيها مش قادره تخرج حتى في المتناقض عن حدود معينه، لان ما يجبش تخرج عن اضعف الحلقات. يعني حتى في دول تلاقيها يعني موقفها مننا مش درجه اولى، هي ما تقدرش. وفي دول في اوروبا مالهاش موقف مننا اصلا، او يعني لا اوروبا ما شاء الله يعني كلها من فوق لتحت لا معاك، او يعني لا ما اقصدش كده يعني غير مؤثر. يعني دوله مثلا زي التشيك، مش هي انجلترا ولا هي فرنسا ولا هي المانيا. اقول لك عن مالطا، خد بالك طريقه التصويت في اوروبا طريقه غريبه جدا وهي عادله. بالمانيا لما تقول نعم ومالطا تقول لا يتلغى صوت المانيا، لا صوت المانيا بيتحسب ب 29 نقطه وصوت مالطا بثلاثه. وده الخلل اللي في الجامعه العربيه على فكره، لما دوله من 90 مليون تتوازى مع دوله من 500,000 على اي حال. ومع ذلك مالطا في عهود كثيره وانا الحقيقه اشتركت في هذا لها صوت جوه اوروبا عالي جدا، بتقوم بدور للترويج، ولا انهم مش هيمنعوا وزير خارجيه مالطا انه يتكلم، انما لو جينا للتصويت صوته هيتحسب بثلاث نقط، والمانيا وفرنسا وانجلترا وايطاليا هي اعلى الاصوات. هو التصويت بعدد السكان يا فندم ولا التصويت بالوزن الدوله؟ بالوزن وعدد السكان واسهامها في الميزانيه. طيب اذا اشتم المانيا دي اكبر مساهم صافي في الموازنه. تمام، يعني اذا اشتم تتحدث عن السياسه في برنامجها الاتحاد الاوروبي، لكن بعض الدول صفها شويه وقلنا انها اصلها وزيره في الحكومه البريطانيه قبل كده، فهي عارفه، تعرف بريطانيا لها تاريخ معين معانا، دي دوله استعمرتنا وايه اللي حطتنا في البلوه السوداء اللي اسمها اسرائيل اللي حطتنا عندنا، ومع ذلك تجد الانجليز من اكثر الناس فهما لمنطقه الشرق الاوسط، لان هي الشرق الاوسط، لان هي مصيبه الشرق الاوسط كانت بريطانيا بقدر اقل فرنسا. انا بلاحظ وانا برصد تصريحات ليدي اشتون انها الى حد كبير متزنه وعادله، بل اكاد يعني على سؤالي يعني فممكن يطلع حد مش عاجبه. ازاي بقى؟ ده صعب، لا ده صعب، لان هو في انت عارف الاتحاد الاوروبي بتقوده ثلاث مؤسسات. المجلس الاوروبي اللي هو الرئاسه او وزراء الخارجيه ده بيجتمع 10 12 مره في السنه. ثم المفوضيه الاوروبيه لما سابت مجلس وزراء اوروبا، ثم البرلمان. تمام. الدره لهذا الميزان هي المفوضيه اللي هي تعتبر هي نائبه رئيسها. وشوف من ساعه 25 يناير كام واحد جالنا؟ عشرات طول الوقت. انا على فكره لان انا بشتغل على هذا الملف ايضا طول الوقت، وعاوز اقول لك خبر كويس قوي. انا الاسبوع الماضي طالبين برنامج لتحسين اداء الحكومه المصريه في اداره المساعدات الاجنبيه. عارف جالي كام عرض؟ 16 عرض اوروبي. وانا قاعد رجل على رجل ونقيت 8 يتضاروا فيما بينهم. قبليها لنا اصدقاء هنا سفير المانيا، سفير بريطانيا، سفير التشيك. الثلاثه جايين يقدموا عرض لمساعدة نظم الجودة والمواصفات في مصر والمقاييس والمعايير. أوروبا شغالة والمساعدات الاقتصادية مش هتقدر، موجودة في جيبي اوريدي. طيب لو شفنا رد فعل الشارع المصري لزيارة أشتل، الإخوان المسلمين شافوا إن تصريحاتها تصريحات باهتة ويعني ما خدتش أي جانب، برضه يعني أشتل يعني هل هي نوع من الدبلوماسية ولا هي بالفعل يعني لا تريد أن توضح؟ هو الدبلوماسية مظلومة في عيشتها هنا، يعني مرة حد هنا في الاستوديو بيقول لي هل الدبلوماسية هي فن الكذب؟ قلت لا، الدبلوماسية فن أن تستطيع أن تقول كل ما تريد دون أن تجرح أحد. وهي بتحاول توصل روحها عشان بره دون ان تقول شيء. لا 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 لا، ده الدبلوماسيه الكلاسيكيه دي خلصت. انك تتكلم وحاطط على لا 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 مفيش كده. فهي لسه ما زال احنا في مرحله استكشافيه، لكن الخبر الجيد ان لا امريكا استخدمت كلمه انقلاب ولا اوروبا استخدمت كلمه انقلاب. اما المساعدات اللي على الارض الامريكيه والاوروبيه انا مسؤول جزئيا عن بعض المساعدات اللي شغاله. ايوه فده. ثم الموقف العربي، احنا ما اتكلمناش عن الموقف العربي الحقيقه، وهنتكلم يعني بشكل بسيط مش موضوعنا كبيره. انت عاوز تقلل من قيمه ان العالم العربي في دقيقه يديك 12 مليار دولار، تجعل الدكتور احمد جلال يقول ان لغايه نهايه 2014 واقفين على رجلين الحمد لله. طيب ظبط امورك بقى. طيب استاذ محمد، يعني عندما توافق الولايات المتحده او يعني تضطر ان هي تتعامل مع الموقف في مصر كما هو ما يحدث على ارض الواقع ولا تصفه بالانقلاب وتتعامل مع الحكومه الحاليه، ده اكيد البعض بيرى انه حصل على مضض من الولايات المتحده، لانه كان هناك مشروع ما تريد الولايات المتحده تنفيذه في الشرق الاوسط بتقسيمه الى دويلات على اساس ديني، سنيه شيعيه الى اخره، علشان يعني دوله اسرائيل تكون هي اكبر كيان ديني موجود في هذه المنطقه. وكان راس حربتها في هذا المشروع الاخوان المسلمين وتجربتهم في مصر التي كان يجب ان تنجح من اجل انجاح هذا المشروع. اذا ما الذي حدث بقى لهذا المشروع الامريكي عندما قامت ثوره 30 من يونيو والشعب نفذ ارادته على غير اراده الولايات المتحده ومشروعها في الشرق الاوسط؟ يعني مش مع الكلام ده على كل حال. اتفضل. لا حضرتك التعليق الكامل يا سعاده. انا اقول يعني انا اتفق مع السيد السفير في حاجه قالها، اللغه الدبلوماسيه. يعني منذ البدايه، منذ اللحظه الاولى، المهم في اللغة الدبلوماسية ليس فقط ما يقال ولكن أيضا أحيانا ما لا يقال. صحيح. يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عما حدث في مصر لم يقل إنه انقلاب، هذا في ذاته يعني الكثير. عندما تتحدث الولايات المتحدة عن ضرورة العودة إلى خريطة دبلوماسية والعودة إلى حكومة ديمقراطية منتخبة، لكنه لم يقل حتى منذ اللحظة الأولى أن هذه الخريطة تشمل عودة الرئيس مرسي. هو لم يقل عودة الرئيس مرسي. عندما لا يتحدث عن الرئيس مرسي هذا في ذاته يعني الكثير. يعني عندما قرأت منذ اللحظة الأولى كل ده على مضض. لا، ما هو اللي انا عايز اقوله ايه؟ انما يعني عندما منذ اللحظه الاولى يعني الناس كثيره انتقدت الموقف الامريكي الذي راته مؤيدا للاخوان وللرئيس مرسي، في حين انه انا شخصيا قراءتي لهذا البيان كانت تعني شيء مختلف تماما، لانه قرات ما لم يقله الرئيس الامريكي والذي من وجهه نظري كان اكثر اهميه مما قاله في هذا البيان. فبالتالي انا يعني لا اتفق اولا على حته انه الولايات المتحده لديها مشروع للتقسيم الطائفي في المنطقه. أنا لا أعتقد أن هذا المشروع موجود بهذا الشكل الذي طبعا هناك آراء مع هذا، يعني المشروع بتقول أن المشروع ده موجود عشان بس يبقى عندنا كل في ناس بتقول أن هذا المشروع موجود وهو يعني لا يعتمد على معلومات بقدر ما يعتمد على نظرة مسبقة للموقف الأمريكي والسياسة الأمريكية التي تعتمد على النظرة التأمرية في كل الأحوال. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ليس لديها مصالح وأهداف في المنطقة، هذا شيء طبيعي لدولة عظمى، لكنها في النهاية تعتمد على أشياء ومحددات أساسية هي استمرار السلام في المصري الإسرائيلي، محاربة الإرهاب، وفي هذا الإطار تتعامل مع القوى السياسية التي رأتها في وقت ما مثلنا جميعا في الحقيقة أنها الأكثر تأثيرا في الشارع المصري، وكان التصور أن الإخوان المسلمين هم الطرف الأكثر قوة وتنظيما القادر على التعامل مع الولايات المتحدة والتحكم في الشارع المصري في هذا الوقت. الدور الذي برز مؤخرا لروسيا، ظهور روسيا تلاعب في السياسة الدولية بقوة، ظهور صورة فلاديمير بوتين في بعض المظاهرات، الإعلان ربما عن زيارة مرتقبة لفلاديمير بوتين قريبا إلى مصر حسب ما ذكرت بعض الوكالات. يعني هناك تصريحات حتى من روسيا قوية جدا مساندة لمصر. كيف ترى الدور الروسي وتأثيره أيضا على الموقف الأمريكي؟ هل أمريكا يعني لديها خشية أو مخاوف من تنامي الدور الروسي في المنطقة؟ بس الصورة شوية. هو لا شك أن انهيار حائط برلين 89 قضى على فكرة ثنائية القوى الدولية، زي محاربة 56 قضت على رباعية القوى الدولية، فأصبح لاعب الرئيسي ماسك الكورة طول الوقت. وأنا متابع العلاقات عبر الأطلنطي، أمريكا والاتحاد الأوروبي، والأمريكان أحيانا يقولوا للأوروبيين أنتوا تسكتوا خالص في هذا الموضوع، إنما يتعلق الأمر مثلا بحرب العراق والعقاب اللي نزل على فرنسا لما عرضتها هي ألمانيا وبلجيكا. يحدث لما يكون النهارده المحادثات الاسرائيليه الفلسطينيه تحت رعايه امريكيه، مفيش واحد مراقب طيب من الاتحاد الاوروبي، فبيحصل انفراد امريكي حتى رغم نعومه حكم اوباما اختلافا عن حكم جورج بوش. لا هو كده. فاذا اللاعب الرئيسي على الساحه هو الولايات المتحده، وهي ربنا مأثر عليها شويه بحكم الازمه الماليه وان امريكا صارت اكبر دوله مدينه في العالم بمناسبه المديونيه، يعني دي كلها اشياء تؤثر، زائد الوجود لشخصيه زي اوباما الحقيقه شخصيه فريده، رئيس اسود يمثل الطبقات الاقل قدره، فمالوش شعبيه عن صناعه السلاح. ايوه صناعه السلاح مش قادره تبلع اوباما لان من ساعه ما جه ما بيعملش حروب. مش كده؟ جورج بوش ده حبيب قلبهم لما عمل حرب كلفت 740 مليار في العراق، فخد بالك من التركيبات دي. اجي بعد كده القوى الثانيه هي اوروبا. اوروبا عملاق اقتصادي كبير، لكنها فشلت فشلا ذريعا ان تصبح قوه سياسيه. فشلوا في يعملوا دستور موحد ورئيس موحد، الكلام اللي سقط في التصويت عليه في فرنسا ودول اخرى. فاوروبا مبسوطه قوي انها عامله اكبر قوه اقتصاديه في العالم. وامريكا عاوزه تلعب بالسلاح والصواريخ، اهلا وسهلا. طيب انا عاوز اقول حاجه، احنا مش مدركين ان المانيا وهي اكبر اقتصاد في اوروبا واكبر قوه عسكريه تقليديه في اوروبا ما عندهاش سلاح للطيران وما عندهاش صواريخ وما بتعملش قنابل نوويه وتقدر تعملها بكره الصبح. بس كده، دي العلاقه الدوليه. الا نعلم ان امريكا عندها معسكرات في المانيا، الا نعلم ان المانيا بقرادتها المنفرده محدده قدراتها العسكريه. طب روسيا يا فندم، عشان نيجي لروسيا، روسيا بركت على اقدامها نتيجه مبادره الدفاع الاستراتيجي بتاعت ريجن، واصبح انسي بقى لان نجح السياسه الامريكيه ان تجر روسيا الى معركه لا قبل لها بها، حرب النجوم والكلام ده، لما افلستها. روسيا ببساطة طلقت الشيوعية وطلقت القطاع العام وراحت انضمت لمنظمة التجارة العالمية ب 18 سنة مفاوضات والصين ب 25 سنة مفاوضات، ورحمة الله على جمال عبد الناصر الذي قرر ان تدخل مصر الجاد سنة 70 ودخلناها في 18 شهر. طيب الوفد في فعايزين هل الموقف الروسي مؤثر بالفعل ولا لا؟ روسيا سند ومعين ولاعب في العلاقات الدولية، انما دورها ياتي كذا. احنا عاطفيين قوي، ولما الرئيس محمد مرسي راح يزور الصين الصحفيين يسالوني مش برضه نقدر نستغنى بقى عن امريكا؟ الصين هتغنينا عن امريكا برضه. ولما تكون علاقتي طيبه بالصين وبالبرازيل وجنوب افريقيا بس يخش البريكس شك من روسيا يمين سياسيا مختلفه شويه عن الحقبه اللي حضرتك تحدثت عنها بوجود فلاديمير بوتين، لان هو يرى اشياء معينه، يرى انه يجب ان تكون روسيا مكانتها مره الى اخره. رجب طيب اردوغان قرايب في الحته دي يعني فلوس مختلفين في موقف ضعف في بلدانهم بشكل او باخر، فما تعتمدش قوي على الحيطه الميه دي يعني. بس مرحب بيه طبعا. احنا للاسف وقت الحوار انتهى لانه ما عندنا نشره، ولكن نشكركما شكرا جزيلا على كل هذه التحليلات، ويعني نتمنى الخير الحقيقه لمصر، ونراكما انتم ايضا على خير. نشكركما شكرا جزيلا سعاده السفير جمال مصر خير يا سيدي يا رب ان شاء الله، والاستاذ محمد السطوحي شرفتنا معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، غدا باذن الله حلقه جديده من القاهره، تصبحوا على خير.